السعادة وبركة الله. دائما كما عودناكم متابعينا دوليا كنحاولونا نقربكم من الأجواء الصباحية في كل المدن المغربية. واليوم مدينة جدير الجو بارد اليوم شبه عالية بأسماعات الحالية الشعبية كما كتشوفوا معنا. فالجو صراحة بارد لأقصى درجة مما هو معروف خلال يعني موجة البرد القارس. فالله يكون في عون الناس اللي ساكنين في أعالي الجبال، الله يدير لهم تاويل ديال الخير إن شاء الله يا رب، باش يتجاوزوا هذه المحنة ديال فصل الشتاء. فانتم كتشوفوا معنا الحركية ضئيلة جدا و منعدمة بمختلف يعني الأحياء الشعبية كما كتشوفوا معنا. جل الأزقة والشوارع خالية تماما نظرا لكون اليوم يوم أحد ويوم عطلة، والعديد من الناس يعني ما كيستيقظوش باكرا. هذا الشيء هو اللي بيطبع مدينة أكادير كل صبيحة يوم أحد، الحركية تقل وأيضا حتى حركة السير الجولان فتكون هي الأخرى متوقفة أو شبه متوقفة كما كنشوفوا نحن وإياكم. هذه الحالة العامة في هذه الصبيحة على مستوى المدينة. فكنتمنى التفاعل منكم، كنتمنى أيضا كل واحد يتفاعل معنا من خلال التعليق، من خلال الكومنتير ديالكم، كل واحد يقول لنا من أي منطقة كيتابعنا وكيداير الأجواء في المناطق اللي أنتم كتابعونا فيها متابعينا الأوفياء. ملك المداني المتتبع الوفية من الدار البيضاء، صباح الخير صباح الخيرات والبركات أختي الكريمة، تحية ليك وتحية لجميع متابعين لنا بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. صباح الخير وكنتمنوا لك يوم مبارك سعيد إن شاء الله، ودائما مستمرين معكم في هذه الجولة الصباحية باش نقربكم من ما يلي بشوارع المدينة في هذه المدينة الصباحة. فالجو بارد للغاية، درجة الحرارة يعني وصل المستوى متدني جدا. فالله يرحمنا، الله يدير تولي ديال الخير يا رب. الناس اللي ساكنين في اعالي الجبال، الناس اللي موجة السقيع، والناس اللي ساكنين في المناطق اللي كيطيح فيها الاشباع، يعني كنعرفوا الحرارة في تلك المناطق كتكون يعني منخفضة وبعض كتوصل يعني تحت الصفر. مع الحالة العامة في أكادير الصبيحة حالة جد عادية وجو عادي جدا. فالشوارع خالية نظرا كون اليوم يوم أحد، والأغلبية كما قلت ديال الناس يعني فيها ست الأوقات متأخرة من النهار، مايستيقظش يعني حتى 11-12 ديال النهار عاد كيبدا عنده النهار. فهادشي اللي كيخلي هاد الانطباع في المدينة الشوارع انها تكون خاوية نوعا ما توقيتها الأرض.
صراحة ما أحوج هذه أكثر. أيوة ما أحوج هذه التسقطات المطرية التي ستنعش آمال يعني الموسم الزراعي والموسم الفلاحي، وستنعش كذلك آمال كل الناس يعيشوا يعني بالمطر، خاصة الفلاحين والمزارعين الصغار، لأن الأمطار خير يعني ستتجدد الرحمات وستتجدد الخيرات بإذن الله تعالى وبركاته، وستتجدد أيضا يعني الرخاء والازدهار لنا شركتنا ومتابعينا الأوفياء في كل مكان. إذن هكذا هي الأجواء بأبرز الأحياء الشعبية وأبرز المناطق في العاصمة السوسية. كان الصبيحة فقط ترتعينا باش نشاركوا معكم هذه الفسحة الصباحية ونشاركوا معكم هذه الأجواء هنا في مدينة أكادير حتى تتضح لكم الصورة أكثر، ونكون دائما عيونكم في كل المناطق بدون استثناء، وأنتم عيوننا أيضا في كل مناطق المغرب. ونتمنى للجميع صباح التيسير وصباح السعادة والتفاؤل والأمل إن شاء الله يا رب. كما تشوفوا معنا فأغلبية الشوارع فهي خالية تماما، لا حركة ولا أي شيء، شلل شدة تام في أبرز الأحياء الشعبية، وناس باقي كما قلت باقي نعسين.